سلسله المقاتل المتكامل. النهارده عشان نناقش شباب كيفيه استخدام ضرب بالاكواع او اللكمه بالاكواع في الفايت الواقعي، وطبعا ده يفيدك في الستريت فايت. عندنا ثلاث انواع، كي ها 1 كي ها 2 3 1 2 3. طيب تكنيك اول كوع، هو بيكون الكوع الامامي. وانا بقول بص شباب، دايما لما تيجي تسمع كلمه كوع اوعى تكون فاكر ان الضربه بتكون بالمنطقه دي. المنطقه على فكره ضعيفه جدا ابدا. لو انا مثلا هضرب كده فبتكون بالحته دي بالمنطقه هنا اسفل الكوع، اوكي. ولو هضرب برده كده اسفل الكوع، تمام. ها والطريقه دي هنا، يعني يعتبر هي دي الوحيده اللي ممكن تيجي بالحته دي سنه، لكن في الاصل بتركز بالمنطقه دي، اوكي. هنيجي لاول حاجه للكوع الامامي. طب انا يا كابتن هل لازم استخدمه هنا بس في الوش بس؟ لا، انت ممكن تستخدمه في اي منطقه. يعني ممكن مثلا انزل ها 1 شايفين؟ اول حاجه تكنيك بتاع الكوع الاول وانا واقف. ركزوا قبل كده احنا في الستريت بانش قلنا في اللكمات انا بستخدم ايه؟ بستخدم الكتف. نفس النظام هنا برضه، لو حد يعمل ايه؟ كده بس غلط، برضه انت بتخش بكتفك، تمام؟ ها بطيء واقف اهو بالراحه. تكنيك تاني اهو او ضامن اهو، اوكي. وحاول بقى ان الجزء ده ما اخلوش كده، لا ضم قوي كده بحيث المنظره دي فين. يلا كوتش، اول واحد 1 2 3. طيب في حكايه الايد مش شرط، في بتوع الماي تي مثلا بيحبوا يعملوا كده، اوكي. تعالوا مفهوم، ممكن تعمل كده، ايوه ده مش تفهم. يبقى ده اول واحد هستخدمه زي ما قلت في اي منطقه. لو انا مثلا هنزل تحت ممكن هنا 1 2 3 4 5 6 7، وطبعا هنا ايه اخطر منطقه. تاني واحد سمى بقى هنا الكوع الصاعد. يفضل في ناس تكون فاتحه ايدها وتعمل كده، تفضل تضم القبضه. مع ضمه القبضه الكوع بتاعها ده بيجي ازاي؟ مش كده على طول، لا، جاي فوق لافف ضارب. ها فوق لافف ضارب اثناء مثلا الفايت تحركات. ممكن مثلا انا اوطي راسه، ها ما اعملش كده على طول، لا، طالع لافف ضارب. عندنا هنا 1 2 3، يعني عندنا الظهر كله. حد اللي ممكن نستخدم في الدماغ ممكن، بس طبعا نحاول ان انا ما اكونش عندي. لو استخدم هنا مش بالمنطقه زي ما قلنا، نازل كده شايفين بالمنطقه، اوكي. اعمل يا كوتش تاني تكنيك، يلا 1 2 طيب نيجي بقى لتالت نوع مع الكوع. ان انا هو شايف الامامي، الامامي كان كده، اوكي. هنا بقى ها هلف نفسي كده شايفين، تاني بدل ما اجي امامي كده لا الف ها كده اهو واقف، اوكي. ها 1 شايفين هنا الصاق، يعني الصاق كنت ازاي عليه، اوكي. تاني 1 ها 2 يلا يا باشا 1 2 3 اوكي. بعد كده انت لازم تستخدم، لازم تتمرن كتير على الاستاند اب. اول واحد امامي هنا، ثاني واحد ثالث واحد هو 2، لكن ده صعب تضربه في الاستاند اب، بدل ما تضربه لازم تضربه في الضهر. يبقى 1 2 لا كوتش الاول والثاني 1 2 ها 1 ماشي يا شباب. نكمل بقى ازاي نستخدمه مع الفايت.